بداية ديال السنة كنلاحظوا بوجود ديال واحد مجموعة ديال الغرباء بالمؤسسة وخصوصا ماشي في الخارج ولكن في داخل المؤسسة. كنا كنشوفوا غرباء داخل المؤسسة وتوصلنا بمجموعه ديال الشكايات بانه ولاو تيخافوا على ولادهم، حسوا بتهديد، كاين منهم اللي تعرضوا للنت للتهديد. ومن بعد تطور المشكل حتى تعرض التلميذ ديالنا في الأولى مهني تعرض للاعتداء جسدي بواسطة سلاح الأبيض. بالمناسبة كان سبق لنا لقاء تواصلي مع الإخوان ديال الشرطة المدرسية، وحقيقة كنشكرهم حتى هما عندهم واحد الهاجس وعارفين المشكل، الحدة ديال المشكل. تواصلنا معهم وكانوا حدوا معنا واحد المواعيد بأنهم غادي يكتفوا بالدوريات الأمنية بالمؤسسة، وفعلا ولكن سوء الحظ جات مع البدايه اللي غادي نوضعوا ديك الخطه، جات مع هذا المشكل هذا. من وقع هذا المشكل تقريبا دابا هذه شي يومين تنلاحظوا التواجد ديال الدوريات وديال رجال الامن في الصباح في المساء، والحقيقه كان عنده واحد الواقع كبير على النفوس ديال الاباء والاطر التربويه والتلاميذ بالخصوص. حسوا واحد شويه ديال الراحه وتهدأ شويه الوضع. كنوجه الشكر ديالنا للامن على المجهود الكبير اللي كيقوموا به باب المؤسسه التعليميه، بالخصوص انه بعد بدايه ديال الدخول المدرسي وقعت بعض الظواهر المشينه وبعض الغرباء اللي كيحطوا بالباب المؤسسه التعليميه اللي كيتعرضوا البنات والولاد ديال المؤسسه لواحد مجموعه ديال الظواهر اللي غريبه كل بعد علينا وعلى المجتمع ديالنا. وبالمناسبة أنه كنشكر بزاف رجال الأمن اللي كنقوموا بالتنسيق معهم، فهمتي، باش حتى تمر الدخول المدرسي والأجواء ديال التربية والتعليم تكون في المستوى. وبالمناسبة أنه كنوجه نداء للآباء والأمهات ديال المؤسسة على أنه حنا في 24 ساعة، يعني حنا دائما كنصحوا على الأمن والسلامة للأولاد ديالهم، انه يتعاونوا معنا وانه اي حاجه شافوها يتصلوا بالمؤسسه ويتصلوا بالجميع ديال الاباء، باش حتى تمر حتى نطمئنوا على الحاله الامنيه والحاله النفسيه ديال ولادنا. وشكرا. دابا كنحسوا راسنا محميين الان، حيت معنا البوليس كل نهار كيجيو لنا هنايا، ما كرهناش الدولي دائما يبقاو يتعاودوا من هنا يجيو عندنا هنايا، وكيحسونا بالامن وتطمن على البلاد ديالنا، حتى شي واحد مئادينا داخل المؤسسه او خارج المؤسسه. كذب عليك صراحه عجبنا الحال، لان كيحميو لينا ولادنا وحنا خايفين على ولادنا بزاف، وبعض المرات كيجيو بوحديتهم، دابا كنضطروا نجيو معاهم، عاد كنكونوا بعض المرات خدامين. الله يحسن العوان، انا غير بوحدي، عندي ولدي عزري يقدر نكون خدامه يجيب وحديته وغنخاف عليه. ولهنايا الصراحه كاينين الدراري اللي شويه باسلين، ولكن حتى هما كنطلبوا من الله يهديهم. تا هو داك الدري مسكين اللي تضرب راه كيقرا في المدرسه اللي كيقرا فيها ولدي، بقى فينا الصراحه، ماشي ما بقاش فينا، وكاملين بهم كنطلب لهم الهدايه، تا هما كاملين بهم فحال وليداتنا صراحه الله. والامن تا هو الله يعطيكم الصحه، عجبنا زعما راه من نهار اللي وقع داك المشكل وهما غاديين جايين، اصلا كنا كنشوفوهم غاديين جايين قبل ما يكون هاد يطرى هاد الشيء. الله يعطيه الصحه، وهذا الشيء اللي غادي نقول لك، والله يرحم بها الوالدين الصراحه، عجبنا هاد الشيء، حنا كتحميو لينا وليداتنا، هاد الشيء اللي بغيت. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.